الراديو 90-90 هواها مصر. في بدايات صناعة السينما ما كانتش الأفلام بتترجم نهائي. فيلم الإنجليزي بالإنجليزي يتذاع بالإنجليزي، فرنساوي بالفرنساوي، وانت بقى تعرف اللغة تشوف الفيلم، ما تعرفش تتفرج على الضرب أو المناظر وانت ساكت. أو والله زي ما بقولك كده، مع إن الكتابة على الشاشة ما كانتش صعبة يعني، بس طبعا في النهاية بقى في احتياج للترجمة. ما هي الناس ابتدت تعمل علاقة مع الأبطال ومع القصص اللي بتشوفها. الاحتياج للترجمة ما بدأش مع الأفلام السينمائية الروائية، إنما مع الأفلام اللي متصورة لأغراض علمية، فكان من الضروري وضع المصطلحات على الشاشة. والحكاية دي بقى كانت معقدة جدا. بنتكلم إحنا يا سيدي في أواخر الثلاثينات كده، أوائل الأربعينيات. وقتها ما كانش الموضوع ببساطة أسير الظلام وفارس السايبر اللي بينزل الترجمة من على أي موقع ده ويلزقها على الفيلم كده وهو قاعد في بيتهم بهدوم النوم وبيوزع على البشر قيمه وآراءه. كانت عملية صعبة جدا ومكلفة، وكانت التقنية بطبيعة الحال مش موجودة في مصر. كان فيه طالب مصري في كلية الهندسة اتخرج وراح باريس يحضر الماجستير، فهو ماشي في كليته لقى إعلان عن دورة لتعليم كيفية دمج الترجمة على شريط الفيلم، ولأنه هو نفسه كان غاوي السينما عموماً والسينما الأجنبية خصوصاً، فكر إنه يروح يتعلم الحكاية. وقد كان. أيوة تمام، هو دلوقتي يتعلم الحكاية، هو هيعمل بيها إيه بقى لما يوصل مصر؟ هل في حركة لترجمة الأفلام العلمية؟ يعني مش قد كده يعني. ثم إنه هو بيحب الأفلام الأجنبي، وكان غرض تعلمه الأساسي هو إنه يوسع قاعدة الفيلم الناطق بالإنجليزية في مصر، فبدأ يعرض فكرته على موزعي السينما عندنا فرفضوا. رفضوا لأنها مش متجربة، عادة أصحاب الأموال ما بيحبوش يغامروا، وهو عايز ريفرنس يشوفه بعينه ويتأكد إنه شغال، بعدها ربك يسهل بقى وممكن تلاقي حد. فإذا لقيت حد اقتنع، مش هتلاحق بعدين، بس إيه، لازم الطلعة الأولانية تبقى عليك أنت. زي ما بقولك كده، وقتها ما كانش حد في العالم كله بيعمل الكلام ده، مش بس في مصر، فكان على الطالب ده إنه يخوض المغامرة بنفسه. وهو خاض مغامرات كتير، كان بيجيب أفلام قصيرة عشان طبعاً التكلفة أقل ويعمل لها ترجمة. تفتكر إن ده معناه إنهم ياخدوا الترجمة دي كده مجاناً؟ أبداً. الفكرة إن دي حاجة مش متجربة، فحتى لو ببلاش مش هنعملها. أصلاً زبون الفيلم الأجنبي عارف إنجليزي، والفيلم الأجنبي ملوش زبون برة الطبقة دي، فممكن الترجمة تضايق اللي قاعد يتفرج. فكان لازم صاحبنا يقدم النموذج اللي يخلي موزعي الأفلام يلجأوله. قعد الطالب اللي ما عادش طالب ينظم عروض للأفلام القصيرة اللي بيترجمها، وخلى الدعوة للعروض دي مجانا على أساس الموزعين يشوفوا نتيجة التجربة بعينيهم. وقد كان. بعد سلسلة من العروض أخيرا ظهر حد اقتنع بالفكرة، وسنة 1944 كان أول عرض لفيلم روائي مترجم في العالم. ده بقى كان هنا، ده كان في مصر، فيلم أجنبي اسمه روميو وجولييت، والفيلم نجح وكسر الدنيا. فكانت المكافأة إن المهندس المصري ده بقى صاحب أول معمل للترجمة، وفضل يشتغل منفرداً حاجة بتاعت 50 سنة. وبعدها توسع وراح عمل معمل للترجمة في لبنان بقى بالمشاركة مع شخص لبناني، واشتهر بقى عبر التاريخ بتهذيب اللغة الأصلية، لأنه كان مدرك فرق الثقافات والقيم. فهو اللي اخترع مثلاً تباً لك وعليك اللعنة، وتجاهل بقى الكلام اللي فيه تجديف ديني ومش عارف ايه والحاجات دي. ايه ده؟ وانا لحد دلوقتي ما قلتلكش اسم المهندس المصري العظيم ده؟ ما انت اكيد عرفته طبعا، انيس عبيد. هو مين فينا ما يعرفش انيس عبيد؟